أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن التوجه لإنشاء صندوق دعم يساهم في الاهتمام بالمشاريع الرياضية والشبابية وتقديم الدعم الكامل لها من عدة نواحي، حيث سيتم إنشاؤه للحفاظ على جهود القطاعين الخاص والعام وتوحيد الأهداف من خلال الاستثمار بالشباب وقدراتهم، نظرا لأهمية الشباب في إبراز إنجازات المملكة والحصول على مردود بشري بحريني يؤسس الأرض الخصبة للاستثمارات الناجحة، مشيرا سموه إلى أهمية تقديم كافة الخدمات للشباب والشابات ضمن خطط مستقبلية مرسومة بدقة من قبل المشاركين في صندوق الدعم وتبادل الآراء والأفكار من قبل المستثمرين. كما أضاف سموه أن مملكة البحرين تعتبر من الدول الأوائل في فتح سن الشباب من الولادة إلى سن 35، حيث تتماشى تلك القرارات مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في إنشاء قاعدة صلبة ينطلق منها الشباب البحريني إلى العالم. جاء ذلك أثناء استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لممثلي الشركات والرعاية والداعمة لكأس جلالة الملك لكرة القدم ودور ناصر بن حمد لكرة القدم لموسم 2018-2019 والشركات الراعية لدورة ناصر بن حمد للألعاب الرياضية ناصر 11 وناصر 12، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. سموه نقل تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى ممثلي الشركات الراعية والداعمة، مؤكدا سموه أن التكامل والتعاون في العمل بين القطاع العام والخاص ساهم في إبراز المسابقات الكروية بصورة مثالية. قال سموه: لقد أخذنا على عاتقنا منذ البداية العمل على تشكيل منظومة قوية من الناحية الإدارية الفنية لتكون داعمة لجهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة القدم من أجل الارتقاء بمسيرة كرة القدم. تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: تبرز من بين أركان منظومة العمل للارتقاء بكرة القدم البحرينية القطاع الخاص، والذي تمكن من نقله من كونه داعما ومقدما للموارد المالية فقط إلى كونه شريكا أساسيا في صناعة القرار وشريكا حقيقيا في دعم كرة القدم. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بدور الإعلام في الدعم ومنحه مساحات واسعة من أجل إبراز الحدث بصورة مثالية، كما أن وسائل الإعلام تعتبر شريكا أساسيا في تلك النجاحات. كما قام سموه بتكريم الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الراعية. أنا أشكر أولاً حضوركم، وحاب أشكر طبعاً الجهتين المهمين، هما طبعاً القطاع العام والقطاع الخاص فيما يقومون به من دعم المشاريع الشبابية والمشاريع الرياضية. اليوم ولله الحمد بتكليف جلالة الملك لهذه المسؤولية الكبيرة، إحنا مسؤولين عن يعني شريحة كبيرة من المجتمع تفوق 60% من مجتمعنا، وخاصة عقب ما أعلننا أن مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم اللي يعني كبرت نطاق الاعتراف بالشباب. قلنا وين الدول اللي أصغر سن بالنسبة لها تعترف بعمر الشباب؟ قالوا صفر. منين ولد؟ هو من فئة الشباب. زين، وين الدولة اللي تعتبر أكبر عمر للشباب؟ قالوا 35. فاللي منكم صار 36 لا يتحسف، احنا ترى مو بالعمر هذا، احنا نعتبرها بالقلب. فاحنا الدولة الوحيدة في العالم، وصححني اذا غلطان ايمن، من الصفر لل 35 احنا اكبر نطاق في العالم نعترف بالشباب. شنو هذا الاعتراف؟ بسيط. الاعتراف هذا ان الشاب يستفيد من البرامج والدعم اللي احنا نقدمه من جهات العامة والخاصة عشان يستفيد منها الشاب والرياضي في هالبرامج هذه كلها اللي تصب في منفعة المواطن باختصار. فيعني ليش انا اليوم
أكون معترف بالشاب مثلا من عمر بعض الدول تعتبر الشاب من عمر 18 إلى 24. إنزين اليوم إحنا شفنا ناس أنشأوا شركات وأنشأوا تجارة عالمية ودخلوا ملايين الملايين وهم لحين ما وصلوا حتى 13 سنة. ليش هذا ينتظر لما يصير 18 سنة عشان يستفيد من مخصصات والدعم لمخصصات الشاب؟ فإحنا نفتح هذا المجال، فإحنا بكل جهدنا نحاول بقدر المستطاع أن نقدم خدمات الدولة إلى الشاب والشابة في مملكة البحرين. لكن الهدف الأسمى والهدف الأكبر هي مو مسابقات رياضية، مو برامج وفعاليات شبابية، هي اليوم نبغي إحنا نخلي عملنا منسق مع بعض البعض، وخاصة المعنيين هني طبعا الشركات الداعمة. يعني الشركات الداعمة هذه الوجوه اللي أنا أشوفها من الشركات الخاصة، ولله الحمد يعني أنا أقدر جهودكم لأن هذه الوجوه متكررة، فكيف إحنا ننسى فضلكم وكيف إحنا ننسى دعمكم لي هذه المشاريع؟ لأن إحنا نشوفكم دائما متكررين، ودائما ما المشاريع الشبابية والرياضية هي في أولى أجنداتكم. فإحنا لازم اليوم نختصر حتى عليكم هذا العبء وهذه الجهود اليوم في ظروف اقتصادية وفي ظروف أخرى نمر فيها كلنا، إلا أن إحنا لازم أن إحنا نتعاون نضبط المصروفات ونضبط الجهود اللي مرات ما بغيها تروح هدر. فاللي أنا ارتأيته ونشرف عليه في مجلس الأعلى للشباب والرياضة على الجهتين، وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، كل مشروع يحتاج دعم وكل واحد يحتاج يسحب على ما يقول المثل العربي الجمر صوب قرصه شوي، يحتاج هو يستفيد من هذا البرنامج. إلا أن احنا نبغي ننشئ محفظة للاهتمام بالمشاريع الشبابية والرياضية، وتكون هذه المحفظة هي الجهة المسؤولة الواحدة عن هذا الدعم، وكل فرد يقدم لو فلس واحد يكون عضو في هذه المحفظة ليطلع على مشاريع هذه المحفظة وين استثمرت هذه الفلوس في هالطاقات الموجودة عندنا في الدولة. يصير لها نظام مؤسسي صحيح في لها أعضاء، وكل واحد حسب استثماره طبعا يكون موجود في هذه المحفظة، ممكن أنه يوجه أنا والله حطيت أموالي هنا بس أبيها تروح إلى ذاك الصوب، هذه حق من حقوق أي واحد يدفع هذا الدعم. بس أنا كل اللي أريده أن احنا نحقق محفظة واحدة هي تحفظ أولا جهودنا وتحفظ طاقتنا وتحفظ أموالنا وتنظم عملنا في دعم المشاريع عشان ما تتكرر بعض المشاريع وتروح هدر، ولا نحصل الأعداد الكافية في هذا البرنامج ولا نحصل الأعداد الكافية في هذا البرنامج وإلى آخره. فالمسألة مسألة تنظيمية، هي لا زيادة في الدعم، لا نطلب زيادة في الدعم ولا نقول لكم الله قصروا في الدعم، خلوكم مثل ما أنتم عليه، وإن شاء الله راح تشجعون الباقين إنهم يشتركون معنا، لأن بيشوفون الطريقة والسلاسة في موضوع إدارة هذه المحفظة. هذه المحفظة إن شاء الله راح تفتح لنا أبواب جديدة، مو بس حتى في الدعم الرياضي ولكن أيضا المشاريع الثانية الخيرية وغيرها. نحاول إحنا قد ما نقدر ننظم ونوحد هذه الجهود عشان ما يصير عندنا هدر مرة أخرى. فهذا كان توجيهي الوحيد، وإني أشوفكم يعني شخصيا وأشكركم على هذه الجهود، وأعلن لكم يعني نظرتي المستقبلية في كيف نحن ممكن نطور وسيلة الدعم في مملكة البحرين، ولا لنا قناعة عن آرائكم إذا كان عندكم أي آراء أخرى حسب خبراتكم حسب يعني إمكانياتكم، تخبرونا حتى بالشنه بعد الطريقة الأفضل لو كانت في طريقة أفضل. وكل المسؤولين موجودين من وزير الشباب، من المجلس الأعلى، من رئيس اللجنة الأولمبية والأمين العام للجنة الأولمبية وغيرهم، اللي يكون الصوت مسموع الرأي مرحبة، وأهم شيء الهدف واحد إن إحنا نشوف تمكين شبابنا وشاباتنا في كل القطاعات يكون في محل استثمارنا، وقد ما استثمرنا فيها الشباب قد ما حصلنا المردود اللي هو أهم من المال، المردود المادي، المردود البشري اللي هو يعود في صالح هذه الدولة
ويعود في صالح إنجازات هذه الدولة، وأن تصبح البحرين لامعة وتسطع بين الدول هذه. فاسمحوا لي أني طلت عليكم، ولكن هذه المشاريع عادة وهذه المواضيع تكون من أولى اهتماماتي، وعادة ما أتحمس بزود لها، ونبدأ بالانجراف في هذه المواضيع. قدرنا جهودكم معانا في المواسم السابقة، لكن الحين إن شاء الله المواسم القادمة والمشاريع القادمة، وإحنا ندخل الحين في موسم المنافسات، نتمنى إن شاء الله مواصلة هذه الجهود في جميع المجالات والنشاطات، وإن شاء الله أنها بتكون حتى آلية التنظيم أفضل. نجاح كبير تحقق لكأس جلالة الملك لكرة القدم ودور ناصر بن حمد لكرة القدم لموسم 2018 و2019، ودورة ناصر بن حمد للألعاب الرياضية ناصر 11 وناصر 12. هذا النجاح كان ثمرة من ثمار دعم القطاع الخاص والعام للمسابقات الكروية، فالتعاون والعمل بين القطاعين ساهم بصورة مثالية للوصول إلى الأهداف المرجوة والرامية إلى مواصلة الارتقاء بمسيرة كرة القدم البحرينية والرياضة بشكل عام. فخورين جدا أن احنا نكون من القسم اللي يعني يعطي النشاط بالنسبة لرفع النشاط الرياضي في مملكة البحرين، ولله الحمد مملكة البحرين ماخذ صيت كبير جدا في العالم رغم صغر يعني بلدنا، ولله الحمد لكن صيتنا جدا كبير، وهذه كلها جهود جبارة بذلت من الله يحفظه يعني سمو الشيخ ناصر جهوده وسمو الشيخ خالد، يعني جهودهم عطوا يعني للبحرين صورة رياضية عالمية كبيرة. سمو الشيخ ناصر يبقى يعني يطرح هذه المبررات لوعيه ومعرفته التامة بأن الشباب هو العمود الفقري يرتكز عليه المجتمع، وحقيقة يعني هذه المبادرات تأتي من إنسان ذو خبرة ومعرفة ودراية وتوقع للمستقبل. شراكة من قبل النسيج الوطني تأسست لتكون الداعم الأكبر للشباب والرياضة بهدف إبراز قدرات الشباب البحريني في كافة المحافل والحفاظ على إنجازاته ضمن منظومة عمل متكاملة توصل الطموحين إلى العالمية. أكيد ندعم كل توجهات سمو الشيخ ناصر بن حمد في دعم قطاع الشباب والرياضة، ويمكن شفنا النقلة النوعية اللي حصلت في المواسم الماضية وتحديد الموسم الماضي في مسابقة أغلى الكؤوس كأس جلالة الملك المفدى ومسابقة الدوري ناصر بن حمد الممتاز، بالإضافة إلى دورة سموه الرمضانية. كانت الجهود الإعلامية مكثفة وموحدة في سبيل إخراج هاي المنافسات بالصورة اللي تناسب مكانتها. الاستثمار بالشباب استثمار أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ليسلط الضوء على شريحة كبيرة في المملكة ليتم التعاون معها ومساعدتها على تحقيق الإنجازات الكبرى التي ستأتي بالمردود للمملكة والجيل القادم.